تنتشر بين الناس، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كتب كثيرة تحمل اسم جفر الإمام علي، وتضم أحاديث منسوبة له عليه السلام، منها مثلا كلام عن البرازيل ورياضة كرة القدم يقول: ولا غالب لأمر الله عند قوم لهم نهر عظيم اسمه أمازون، لا يعلو لهم اسم إلا في اللعبة السارحة، كرة من جلود ينصبون لأجلها الرايات. فما هي حقيقة هذه الكتب والروايات الموجودة فيها؟ إليكم أربع حقائق عن الجفر المنسوب للإمام علي عليه السلام. ما هو الجفر؟ في الحقيقة أن الجفر في كلام أهل البيت لا يشير إلى شيء واحد، بل إلى ثلاثة أشياء. كتاب الجفر، وهو كتاب يتضمن علوما خاصة بأئمة أهل البيت، وهو من علم رسول الله وكتابة الإمام علي. الجفر الأبيض، وعاء أو كيس مصنوع من الجلود، يضم مجموعة من كتب الأنبياء السابقين وصحفهم وألواحهم التي وصلت إلى خاتم الأنبياء. الجفر الأحمر، وهو كسابقه وعاء من الجلد لخزن الأشياء، ولكن المحتوى يختلف هذه المرة، فهو يضم سلاح خاتم الأنبياء وأدوات الحرب الخاصة به. أين الجفر؟ توجد روايات واضحة عن الأئمة تؤكد أن الجفر مختص بالأنبياء والأوصياء، ولا يمكن لغير المعصوم أن يحصل عليه أو يقرأ ما فيه، يقول عنه الإمام الكاظم عليه السلام: وليس ينظر فيه إلا نبي أو وصي نبي. وبهذا نعرف أن الجفر الحقيقي موجود اليوم عند الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت، وليس في المكتبات العامة. ما هو محتوى كتاب الجفر؟ يذكر الإمام الصادق عليه السلام أن كتاب الجفر يحتوي أمورا كثيرة كالوقائع والأحداث التي جرت أو من الممكن أن تجري في المستقبل، ولذلك فهو مختص بهم ولا يمكن لغيرهم الاطلاع عليه إلا بمقدار ما ينقله أهل البيت عن محتوى هذا الكتاب. وأما الأقوال التي تدعي بأنه مكتوب بطريقة علم الحروف أو الرموز أو أي شيء آخر، فهي مجرد تكهنات لا أكثر، لأن أحدا لم يطلع على حقيقة الأمر وعلمه عند أهله. حقيقة كتب الجفر المنتشرة، ظهرت الكثير من الكتب التي تتقمص عنوان الجفر ويتلاقفها الناس من الأسواق أو على الأنترنت ويصدقون ما فيها. وكمثال لهذه التجارة بالعقول وخداع البسطاء نذكر بعض هذه الكتب: كتاب الجفر لمحمد بن طلحة، وهو كتاب قديم كتبه شخص مغمور لشرح مجموعة من الرموز، والغريب أن الرموز التي يشرحها المؤلف وصلته عن طريق منام لأحد أصدقائه، وهكذا ببساطة أسمى كتابه الجفر وتعامل معه السذج كأنه من علم الإمام علي. كتاب الجفر الجامع والنور اللامع، هذا الكتاب يحمل مفاجأة أكبر من السابقة، فهو يدعي أن الإمام علي وقف على منبر الكوفة وذكر مجموعة من العلوم والأحداث، وكان الإمام الصادق حاضرا في المسجد فكتب ما سمعه من أمير المؤمنين. هكذا هي الكتب التي يصدقها البسطاء، يكتبها جاهل لا يعرف أن بين وفاة الإمام علي وولادة الإمام الصادق ما يقرب من 40 سنة. وربما لو قال أن النبي نوح كان حاضرا في المسجد أيضا لوجد من يصدقه. كتاب ماذا قال الإمام علي عن آخر الزمان للسيد علي عاشور، صحيح أن هذا الكتاب ينقل بعض الأحاديث الموجودة في الكتب المعتبرة، ولكنه للأسف يخلطها بروايات غريبة لا أساس ولا مصدر لها، فهو يدعي أن هناك نسخة من كتاب الجفر عثر عليها مؤخرا، ويعتمد في ذلك على قول شخص مصري نقل النسخة المعثور عليها إلى كتاب أسماه المفاجأة، من دون أن يذكر المصري أين ومتى ومن الذي عثر عليها. من المؤسف أن تستمر المتاجرة بالعقول مع هذا التطور المعلوماتي ووجود الكتب ذات القيمة العلمية في
في متناول الجميع. ومن المؤسف أكثر أن يقضي الناس ساعات طويلة يتابعون برامج الدجالين وهلوساتهم على الفضائيات. أما رواية البرازيل وكرة القدم فلا شك أنها من تأليف أحد المتابعين الذين يزعجهم حصول البرازيل على لقب كأس العالم لخمس مرات. ومن المؤسف أن تنقلها الناس عن الإمام علي بدون مصدر موثوق. للمزيد من الاطلاع على الموضوع ننصحكم في الختام أيها الأعزاء بقراءة كتاب حقيقة الجفر للمؤلف الشيخ أكرم بركات.